اهلا بيكم في الفيديو ده. اعمل لكم ماسك الرز اللي هو مشهور عند كل اليابانيين والكوريين من زمان قوي، اللي هو بينقي البشرة. انا ببتدي هنا بربع كوباية رز، بطحنها كويس وبعد كده بغلي رز عشان يكون ناعم معايا، وبعدها بحط بقية المكونات اللي هي معلقتين عسل ولبن، وبعدها لبن جوز الهند، وبضربهم كويس في الخلاط. ماسك الرز ده يعني فوق الرائع، هو بينقي البشرة من الآثار بتاعة الحبوب والبقع السوداء، وبيعمل لها سكراب، فبيخلي البشرة ناعمة ومترطبة، لأن هو فيه أنتي أكسيدنس. فالأنتي أكسيدنس دي بتشيل أي هايبر بيجمنتيشن اللي هي البقع اللي بتكون في البشرة، وبيزود الكولاجين، بيخلي الكولاجين بتاع الجلد إن هو يزيد لوحده. العسل معروف إن هو أنتي بكتيريال، فبيقضي على الحبوب وبيخلي المسام تكون ضيقة فبيشد البشرة. الكوكونات ميلك هنا فيه عالي قوي في الحديد والنحاس والفيتامين سي، فبيخلي البشرة مشدودة ويشيل منها البقع، غير ان ريحته فوق التحفة. طبعا بيكون فيه مواد حافظة، فده بيساعد ان الماسك يعيش معايا في التلاجة لحد 3 اسابيع. لازم تجربوه بجد يعني.